بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط. في هذا الفيديو إن شاء الله سنحل تمارينات الصفحة وأقوم تعلماتي للصفحة 65، الدرس هو الجد والاجتهاد ونبذ الكسل. إذن بعد قراءة طبعا هذه النصوص الموجودة هنا، أن هذا الكسل لا يطعم العسل، يعني مقولة جميلة جدا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: التعود من العجز والكسل والهم والحزن إلى آخره، وكذلك قوله: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نروح مباشرة لأقوم تعلماتي، صفحة 65. إذا نبدأ بالأسئلة، أقرأ الأسئلة ثم أجيب عليها. أوكي. إذا أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من الكسل في دعائه، إذ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. الأسئلة للسؤال الأول: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من الكسل؟ ثم كيف تتغلب على الكسل؟ وأخيرا، استخرج من دعائه صلى الله عليه وسلم الأمور الأخرى التي تعود منها. يعني من هذا الحديث نستخرج الأمور الأخرى التي تعود منها. أما سؤال ثاني، يقال: من جد وجد ومن زرع حصد. إذن هذه مقولة يطلب منا في السؤال: اكتب فقرة تبين فيها أثر الاجتهاد في رقي الأمم وازدهارها. إذن هذه الأسئلة، نروح الآن مباشرة إلى الأجوبة. جسبر تلاميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط، أن تنال إعجابكم. إذن ها هو الجواب على السؤال الأول، دائما لصفحة 65 للتربية الإسلامية سنة الثالثة من التعليم المتوسط. إذن الجواب يكون عن السؤال الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من الكسل لأنه من الشيطان ويؤدي على الفشل، كما أنه السبب في التخلف والانحطاط. أتغلب على الكسل ب، يعني كيف أتغلب على الكسل؟ أتغلب على الكسل ب: أداوم على الذكر والوضوء والصلاة، أداوم على دعاء رفع الكسل. إذن هنا نقطة. أداوم على دعاء رفع الكسل الذي كان يردده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. ثم المحافظة على قراءة القرآن الكريم. إذن هنا خطأ كتابي، فقط نكتب القرآن الكريم. إذن عفوا، المحافظة على قراءة القرآن الكريم ومطالعة الكتب المفيدة، وكذلك ممارسة الرياضة والحرص على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يعني في المسجد. إذن السؤال الموالي: سنستخرج من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور الأخرى التي تعود منها.
يعني هذا الجواب للشطر الثاني. إذن الأمور الأخرى التي تعود منها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الهم، الحزن، العجز، البخل، الجبن، ضلع الدين عفوا، وغلبة الرجال. تلك ما معنى كل واحدة. الهم هو المكروه الذي يصيبنا ويكون مؤلم، ولكنه سيقع يعني في المستقبل، هذا هو على الإنسان يصبح مهمول. أما الحزن فهو أيضا مكروه أو كرب وألم يحس به الإنسان، لكنه على شيء مضى. هذا هو الفرق بين الهم والحزن. أما العجز فهو عدم القدرة على فعل الشيء. البخل وهو ضد الكرم، يعني إنسان بخيل لا يكرم ضيفه أو لا يكرم جاره أو لا يكرم صديقه. الجبن هو التأخر عن فعل الأشياء أو الإقدام عليها، مثلا كالجهاد. مثلا عندما يطلب منهم الجهاد يكونون جبناء، ليس لهم القوة أو الجرأة. ضلع الدين وهو ثقل الدين وشدته. أما غلبة الرجال فهي شدة تسلطهم، إذا تسلط الرجال. نروح الآن للجواب على السؤال الثاني، وهي على شكل وضعية إدماجية. جسبر تعجبكم. من جد وجد ومن زرع حصد. إذا الاجتهاد بذل المستطاع من الجهد لبلوغ الأهداف وتحقيقها، والاجتهاد أمر مهم في تحقيق الطموح والآمال. حياتنا كلها مبنية على تحقيق أهداف معينة، ولا يكون هذا يعني الأهداف إلا بالاجتهاد. فكلمة الاجتهاد صغيرة لكن لا بد منها لأجل تحقيق جميع طموحاتنا وأحلامنا. إن المداومة على الطاعات والأعمال الصالحة من أحب الأعمال إلى الله. تقدر تزيد هنا تعالى عز وجل، أو عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. فقد دعا الإسلام إلى الاجتهاد وترك الكسل، لأنه مهلك، يعيق نهضة الأمم والشعوب، ويؤخر المجتمعات ويهدمها. والتاريخ علمنا أن تقدم الدول ورقيها بالجد والعمل، أي يكون دائما بالجد والعمل. فالدول المتقدمة، هنا مندير الصين، ديال الولايات المتحدة فقط، نحيو الصين. مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل العلم والأبحاث والأعمال والاكتشافات المستمرة أو المتواصلة، تقدر تقول بالجد والاجتهاد أيضا، وصلوا إلى تقدم تكنولوجي مذهل ورائع يعمل على جعل الحياة أفضل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وممكن تكملوا الحديث كامل. وفي الأخير، لهذا بالاجتهاد والكد والمثابرة ينال الإنسان أو تنال محبة الله تعالى، ويحفظ الإنسان كرامته وعزة وطنه، وتساهم في تطوير بلده، يعني يساهم الإنسان في تطوير بلده. إذن هذه الوضعية بالنسبة لي السؤال الثاني. جسبر تلاميذ السنة الثالثة من تعليم متوسط، إذا أعجبتكم الإجابة ونالت رضاكم. إذا هذا هو من كتاب التربية الإسلامية لهذا اليوم أو لهذا الفيديو. إلى الملتقى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. ولا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة. والسلام.